الفنانة دنيا باطمة هي فنانة اللي دخلت القلوب المغاربة وتعاطفوا معها في بداية المسيرة تاعها وفي المشوار تاعها الفني والغنائي. صراحة هي من عائلة موسيقية بامتياز. مي هي مؤخرا اش غنقول لك السلطة وشنو نقول لك ماشي السلطة هذيك الفلوس، فلوس تبدل شوية الإنسان، ما عندك ما دير بها، ما عندك ما دير لها، الله يهديها والله يبعد عليها ولاد الحرام وصافي. حنا نبقاو نتعاطفوا مع هذيك دايرة بحال يا جوج وما جوج، نبقاو نتعاطفوا فيما جات نتعاطفوا معها، نتعاطفوا معها، خاصني نتعاطف معها أنا وهي دايرة بحال كل مرة دايرة لنا كل مرة تجميل فقنت هذه فقنت هذه فقنت. ما كنعتبرهاش فنانة أولا لأن الفن أخلاق، وحاجة ثانية هي اللي بانت لي انا تصرات على هي على دوك الناس كاع اللي خداو الاوسمه، خصها تراجع هاد المسائل ديال الاوسمه. ولا كان شي وسام تعطى في واحد الوقيته كانت الفنانه ولا كان هذاك الشخص اللي تعطى الوسام كان مزيان ومن بعد ولا خايب تحيد له الوسام. هذا كيقول بحال تيقول بانه راه ما كاينش شي واحد اللي يقدر يهضر مع ديك السيده اللي عندها وسام ولا ديك السيده اللي عندها وسام. حنا تنعرفوا العقليه المغربيه، المغربي ان فوا كتعطيه شويه ديال البوفوار تيطغى، فما بالك اللي عطيتيه وسام ملكي. يا فنانه وزعما وتتمثل المغرب وداك الشيء كيف خصها تكون شويه زعما تتمثلوا احسن تمثيل، تكون تتعرف تهضر، تكون ما نعرف تمشي تقرا دير شي فورماسيون كيفاش تعلم تهضر، كيفاش تحترم عباد الله، كيفاش حيت حشومه حيت قلت لك فمها خاسره صاحبي لسانها تطير فهمتي شي حاجه تتاكلها ما يمكنش. هي ديما انايا وما عرفت فعلها تاركه انا هي فرنتا ما عرفت اش درت ما عرفت اش فعلت وهي ما دارت والو صراحه. كتجيني فنانه زوينه بصوتها، انا كيعجبني الصراحه الصوت ديالها لانه صوتها زوين وبزاف. انا بالنسبه لي كيعجبني صوتها، ما تعطفش معها يقدروا يكونوا من الغيره كيغاروا منها كيشوفوها انها لابس لا عندها الفلوس بخير عايشه مع حياتها مع راجلها، حيت اصلا ماشي المغرب عموما كنقول لك انه كيغير، يعني غير الانسان الا كان شي واحد واصل شي مرتبه زوينه كيغير منه الانسان. دنيا باطمة كتجيني واحد فنانه متكبره متطخه، ما هاد الاواخر ديالها خدات بواحد الفضيحه ديك كما قالوا ديك كون ديال حمزه مون بيبي تعاد فيه بزاف الفنانه وبزاف الناس وداك الشيء ماشي مزيان. داك الفضيحه الاخرانيه هو السبب علاش ما تهضفوش معاها وتكبر بزاف وشحال من فنان شحال من فنان شوهاتو على والو. دنيا باطمة راه صوت رائع رائع، ولكن حنا ما بغيناش ليها هذا الشيء اللي وقعت فيه، لان كون كانت مرض الزنا خاصها ترزن، لان هي راه فنانه، فنانه راه كتهضر بصوت الجمهور، الفن راه ماشي راه شي حاجه راقيه خاصها تبعد على داك الشيء. غير نزلقات نزلقات كانت تدخل سوق راسها كانت غادة مزيان، ولكن الله يهدي ما خلق. ماشي ما تعاطفوش، كاينين الناس اللي تعاطفوا، ولكن هي ذوك الخرجات اللي كتخرج شويه صعاب، الخرجات اللي كانت كتخرج في الناس وكدير هما اللي خلاو الناس ما تعاطفوش معاها، حيت حتى منين وقع لها المشكل كتضحك وكتفحل بحال هي زعما بحال ما همهاش هذاك الشيء، ماشي زعما تأسفات ولا قالت اعتذرات من المغاربه ولا لا، خلات راسها بانها هي الي فوغ. دنيا باطمة انا ما كنعجبنيش في المساكين اللي سمعت انا، هادشي اللي دارته ما عجبناش، غير لائق بالسمعه ديال البلاد. اولا دنيا باطمة بنت اسره، بنت اسره غنيه بالفن، ملي كان المرحوم عمها الله يرحمه العربي باطمة وكان عرفوها الحمد لله حتى هي تبعت الفن ديال الوالدين وديال الاسره كامله ووصلت الحمد لله.